بطني يقرقر. ما هذا الضجيج؟ الجدة؟ هل جدأتي للإنقاذ؟ لا أستطيع الانتظار لتجربة هذه المصاصة الضخمة. أوه، ما هذه الأصوات؟ الأخ. حسناً، يمكن للمصاصة الانتظار. تحفة الطهي الجديدة لدي. ألا أسمع بكاء؟ الشيف الطهي. لحظة وأنا هناك. ماذا حدث؟ أنا جائعة. اهدأ يا أختي، سنحل المشكلة. الأهم من ذلك كله أنني أريد أن أكل البيتزا. اختيار عظيم. سهل. كنت لأكل قطع بنفسي. أنا الأفضل بتحضير البيتزا. أهم شيء هو كيفية دهن العجينة بمعجون الطماطم. نضيف الجبن والسجق ونخبزها في الفرن. أقوم بضبط عداد الوقت وأنتظر. لا أصدق عيني. جدتي، انظري إلى ما يفعله حفيدك. انظر من هو الشيف الآن. أي، لا بأس. حفيدي، لا يمكنك فعل ذلك بالطعام. شكرا جدتي. الآن يبقى فقط التفكير بالحشوة. لدي فكرة رائعة. بدلا من معجون الطماطم سأخذ حلوى الخضم. أحتاج إلى نشرها حتى لا تبقى أي مساحة فارغة. والآن حان وقت السكيتلز بدلا من البيبروني. سأحصل على قوس قزح. نعم بالتأكيد أختي، لم تجرب مثل هذه البيتزا بعد. من الواضح أنهم مبتدئين. المحترفون الحقيقيون لا يبحثون عن طرق سهلة لجعل البيتزا الخاصة بي مميزة. سأضيف صبغة سوداء للعجين. والآن أنا بحاجة إلى عجنها بشكل صحيح. بالطبع لا يمكن الاستغناء عن معجون الطماطم. فقط انظروا إلى هذه التركيبة اللونية. مذهل. لكن بيتزا تفتقر إلى بعض الحداثة. مأكولات بحرية بالضبط. ها هي مثالية. أحسن. إلى الفرن لبضع دقائق وستكون البيتزا جاهزة للتقديم. كيف يمر الوقت ببطء؟ كنت أنا نام. كما هو متوقع، ممتاز. خلابة. وبيتزتي لا تبدو الأفضل. نعم لقد سالت قليلا، لا بأس. كل أنواع البيتزا تبدو جيدة. انتظروا لحظة، ما هذا؟ حلزون؟ صدف؟ إنه محار. لا يهم، هذا لن آكله. وهذا أمر آخر. هذه القطعة جميلة. لذيذة. لكن لا يزال هناك بيتزا من جدتي. ورائحتها مذهلة. كم هي لذيذة. عظيمة كالعادة. جدتي هي الفائزة. كل ذلك لأنها مصنوعة من الحب. استعدوا الآن للعمل. أريد برجر. هل يمكنكم تولي الأمر؟ بالطبع. أي شيء لطفلتي؟ افترض أن تكون سهلة. لحم المفروم، خذيها يا جدتي. سأبدأ مع السمونة. يجب أن يحتوي البرجر على خبزة في الأسفل وفي الأعلى وشيء لذيذ في الوسط مثل النوتيلا. لما لا؟ برجر حلو. إنه جاهز تقريبا. هذا لم يعد برجر. هذه ليست سوى البداية. انظروا. الآن المارشميلو لنجرب. فقط ما أحتاجه لبرجر حلو. سأضيف الكثير. لم أرى أبدا وصفة أكثر سخافة. سأضع بعض المارشميلو على الكعكة. جميل. حان الوقت لإظهار ما هو البرجر الحقيقي. لا نوتيلا ولا حلويات. الشيء المهم في البرجر هو اللحم. أنا أتفق مع هذا تماماً. أولاً سأصنع كرة لحم صغيرة وأضعها على المقلاة. انظروا كم هي جميلة.
الآن أضغط عليها بملعقة هكذا، ولا أنسى أن أقلبها. انظروا ما هذه الرائحة، كابوس. اهدئي جدتي، كل شيء تحت السيطرة. يجب تحميص المارشميلو لجعلها لذ، والموقد في ذلك خير مساعد. يبقى فقط إضافة شرائط المارميلاد وتغطيتها بالخبز العلوية. ها هو برجري جاهز. لا تسمي هذا برجر، لا أستطيع سماع ذلك. الآن سوف أريكم ما هو البرجر. أضيف الجبن، وأحتاج إلى إضافة اللحم المقدد إليه. وبالطبع كلما زادت الطبقات كان ذلك ألذ. تادام، جاهز. تعرفوا على أفخم برجر في العالم. في الواقع اتضح أنه مذهل، لكن التقاليد لا يمكن تجاوزها. ها هو البرجر الفائز. يا له من رائحة. تبقى اللمسة الأخيرة، القليل من الكراميل في الأعلى لن يضر. هذه مسألة مختلفة، لا يمكن تخيل كم هو الشهي. سنرى ذلك الآن. واو، يا له من برجر كبير ولذيذ أيضا. بالطبع إنه مرشح للفوز. ماذا لدينا هنا؟ ليس سيئا، لكن الطعم كالمعتاد. لقد أكلت مثله بالأمس. واو، هذا جديد. إنه برجر حلو، أشعر بالنوتيلا والمارميلاد. فكرة رائعة يا أخي، لكن لا يزال برجر الشيف يفوز. تهانينا. جميل، ليس من المستغرب. هل أنتم جاهزون للحلوى؟ أنا نعم، أريد كوكيز. سهل. سأفعل ما تريدي. سأفعل كل ما في وسعي. أحتاج لفرد العجين. حفيدي توقف عن ضرب العجينة، لم تفعل أي شيء لك. انظر، تحتاج إلى أن تأخذ الشوبك وتدحرجه بعناية هكذا، ثم تقطع فراغات مستديرة بالعجين هكذا. ترى؟ لا أعرف يا جدتي، هذا ممل. لدي فكرة أفضل. لن أزعج نفسي، دائرة واحدة تكفي. سأقطع هكذا وسأقوم بصب إم&إمز عليها، ستكون رائعة. الآن سأضعها في الفرن. نعم يمكنك، لكن انتبه لا تحرقهم. أما بسكويتاتي لقد انتهت الآن. يا لها من جمال. هيا يا جدتي، مع هذا البسكويت لن تفوزي بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك خطر لي شيء مميز. ارفعوا أيديكم. استرخوا، إنها فقط مسحة. بدلا من البسكويت الممل سأصنع منزلا رائعا من خبز الزنجبيل. لقد قمت بخبز بعض التفاصيل، يبقى فقط ربطها معا. لهذا لدي الكريمة. حسنا، أوشكت على الانتهاء. ومع السكر البودرة سيبدو مثل الثلج. أمر ساحر. عزيزي، البسكويت الخاص بك احترق، أخرجه بسرعة. حسناً، يا لام الرائحة، هذه بالتأكيد ليست شهية. والمنظر. من حضر هذا الفحم؟ لا، لن أكله أبداً. لكن هذا مثير للاهتمام، منزل رائع. وإلى جانب ذلك إنه لذيذ. رائع، فكرة مذهلة. إذن سأجرب البسكويتات المتبقية. شهية. من سيفوز؟ بيت الزنجبيل هو المفضل لدي. نعم، لا أحد شك في ذلك. مع هذه المسابقة أنا جائعة جدا مرة أخرى. أريد الناجت. لا مشكلة، سأفعلها. جدتي لا تنامي. ماذا حدث؟ تحضير الدجاج. فهمت. ليس فقط الدجاج لكن ناجتس. أعلم، أحتاج إلى صب الزيت في المقلاة وأسخنه. جدتي أعطني بعض الزيت من فضلك. أنا متأكد أنني أستطيع التعامل معها. إنها لا تصب. هيا. هذا ليس ما أردت.
الآن هناك بحر كامل من الزيت. دعونا نتظاهر أن شيئا لم يحدث. حسناً، لا شيء لفعله. حان وقت الطبخ. أقطع صدر الدجاج إلى قطع صغيرة. والآن أنا بحاجة إلى صنع التتبيلة. أخفق بيضة وأسكب بعض الفتات في وعاء آخر. ممتاز، الآن أحتاج إلى غمس الدجاج في البيض ثم ألفه على الفور في فتات الخبز وثم إلى المقلاة. واو، يا لها من قشرة وردية رائعة. أوه جدتي، أنت فقط ماهرة في الطبخ، من المستحيل أن أقاوم. أوه حار صبعي. دعني أنفخ. كيف الحال، حفيدي أفضل؟ لا جدوى من وضع يديك في مقلاة بالزيت الساخن. لا تشتتوني عن فنوني الطهي. قررت أن أضيف بعض الرقي. الناجتس ستكون ذهبية. الطبق جاهز. ماذا سأفعل؟ أعرف، بعد كل شيء تباع الناجتس نيئة في كل متجر. إنها لذيذة بالفعل، والآن سأعمل على تحسينها. دعونا نضيف بعض الجبن. كلما زاد الجبن كان ألذ. والآن أغمسها بالجبن اللذيذ هكذا وكما فعلت جدتي. أولا في البيض وبدلا من فتات الخبز سأحصل على شيء أكثر روعة. إنه لتشيتوس، روعة تغلي فم مثلي. والآن يمكنني قليها. الأهم من ذلك ألا أنسى أن أقلبها على الجانبين. مثالية، لن أسمح لك بخداعي. لدي شيء لأعرضه، شيء مذهل. المكون السكري الخاص بي. حفيدي ما هذا؟ الآن دعونا نرى من سيفوز. ماذا لدينا هنا؟ ناجتس على العصي. إنه تشيتوس، رائع. وهنا؟ أوه، ما هذا الدخان؟ جميل للغاية. دعوني أجرب هذه القطعة الناجتس الذهبية. ليس سيئاً، لكن كان يمكن أن يكون أفضل. يجب تجربة هذا الجمال. وجبة دسمة، لا أعرف حتى أيهما أختار. لا، أنا أعلم، هذه هي الألذ. أوه، أخيراً أنا الفائز. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر، حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادم، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع إكليل الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هاي، هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي.
سيتم الأمر. أفضل وصفة؟ شوسي؟ سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جداً. لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلاً من الكريمة الحامضة في الحشوة، سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل. وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام. سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد. دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك. هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي. أما مع الجردة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب! لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جداً مع السوشي. أحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبداً. انتظر، لم أنتهي بعد. ها، الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزتي. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلاً. روعة. والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيء ما في أنفي. أهي كعكة وافل. لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينة النهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا. والأهم من ذلك، بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطبع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً.
لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوفل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. أوه، يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى، لن آكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منكهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذه تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيرا أريد أن أشرب كوبا من القهوة اللذيذة. حسنا، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة، اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها. بالمناسبة، إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية. أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا. وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أوه، أخيراً حان دوري لصنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان. سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع، الآن أسكب القهوة في الفنجان. والحليب، سأخفقه باليد أيضاً. لا أنسى قواعد التقديم. انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف. جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشحاً واحد أخير. أوه، هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً. اشتركوا على بارارا واكتبوا في التعليقات أي من أطباق اليوم تودون في تجربتها.